صباح النور مشاهدينا. صباح النور توني. صباح الانوار امين. كيف الحال؟ عسلامه. عسلامه. اليوم حلقه الاثنين الثاني من نوفمبر، الشهر الجديد ان شاء الله يا رب يكون احسن من اللي قبل. يا رب، انه شهر مفصلي في العالم اجمع، في سياسات العالم اجمع. صباح النور مشاهدينا، مواضيع صباح النور لليوم متنوعه، سنسلط الضوء فيها على قضايا اجتماعيه علميه وطبيه. والبداية ستكون مع وقفة احتجاجية في تورونتو الكندية احتجاجا على الرسوم المسيئة للنبي محمد. ما أثر انتشار وباء كوفيد-19 في نظام بيئة ريادة الأعمال؟ سؤال نسلمه إليك ولضيفك يا أمين، وإن شاء الله نعرف الإجابة اللي تساعدنا أكيد. بالإضافة أيضا إلى كما كل يوم اثنين مع المدربة الرياضية ماري جلخ، تمارين رياضية اليوم مختلفة. وبدنا نحيي اليوم العريس القريبا. مبروك، شبارك عمركم، عقبالكم، تحياتنا لنادين. خلي لي اياك. رح تاكل اكل كثير طيب اكيد. يسعد صباحكم وصباح كل المشاهدين اللي عم يتابعونا اليوم. اليوم مطبخنا فرنسي، رح يكون عندنا ماده بالحلويات اسمها بافالوفا اللي هي عباره عن ميرينج مع كريم فريش وشويه فواكه. تابعونا بولاشها. جميل، سنتابعكم. اهلا وسهلا فيك مجددا. بالإضافة إلى الأكل اللي عندك شيف، نحن أيضا مش نسأل السؤال اليوم، هل تساعد المأكولات السمراء على خسارة الوزن؟ بحس صحية أكثر. يمكن. يعني كل الأسئلة سنطرحها اليوم على ضيفتنا في رشة صحة، وما أسباب حساسية الإبط كما طرق علاجها؟ سؤال علمي جديد أيضا. إذن البداية كما قلنا من كندا، والوقفة الاحتجاجية في مدينة تورونتو الكندية احتجاجا على الرسوم المسيئة للنبي محمد. نتابع في هذا التقرير. تظاهر هاي إعلان من المسلمين الكنديين أن الاعتداء المخزي السافر من للأسف أتى من فرنسا، سواء على مستوى القيادة أو على مستوى الإعلام، اعتداء مرفوض. طبعا الاعتداء ليس فقط هو مجرد موضوع تصوير كاريكاتوري لشخصية الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما هو الإصرار المستمر على ربط محمد صلى الله عليه وسلم بالإرهاب، وهذا ما نرفضه. هذه الدعوة الفارغة والاسطوانة المشروخة يجب أن تقف. النهارده قدام القنصليه الفرنسيه في تورونتو علشان نعبر عن احتجاجنا على الاساءه للرسول عليه الصلاه والسلام، وعلى الاساءه للاسلام وللمسلمين. للاسف الموضوع مش موضوع وجداني عاطفي مهم جدا بالنسبه للمسلمين فقط، ولكنه ايضا بيهدد الامن للمسلمين في جميع انحاء العالم وليس في فرنسا فقط. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. محمد صلى الله عليه وسلم is the messenger of peace. We do not accept accusing him of terrorism. أي عمل استفزازي للمسلمين بغير المسلمين طبعا هو شغله شيء مرفوض، يعني احنا ما بنسمح فيه. المظاهره هنا في تورونتو اليوم في كندا، في عموم كندا، في عدة اماكن في كندا، تؤكد ان المسلمين دائما يحملون رساله سلام، دائما يوجهون احتجاجهم بطريقه حضاريه لما لتصريحات ماكرون وغيره. يعني أكثر من 1.9 مليون مسلم حول العالم، والإصرار على استفزازهم عن طريق التعدي على الدين والتعدي على الرسول، وبنفس الوقت نحن نرفض التعامل مع هذه الإساءة بالعنف. جهزنا رسالة احتجاج للقنصلية الفرنسية وتم طباعتها باللغة الإنجليزية، والآن يقومون بطباعتها باللغة الفرنسية، وإن شاء الله بس تفتح القنصلية على بداية الأسبوع سيتم تسليمها لهم. صلى الله عليه وسلم. يعني مثل ما قالت احدى اليافطات، ندعو الى الاحترام المتبادل للقيم والدول الغربيه التي يفترض ان تكون ديمقراطيه، يفترض ان تحترم قيم كل البشر وكل الاديان. في كل احوال يعني كندا يشهد لها من ناحيه احترام صحيح. كافه الثقافات والافكار والاديان، وحتى دستور قائم
على هذه الأمور. صحيح، وأحلى أنه نشوفوا مثل هذه ردة الفعل على الأقل بطريقة سلمية، بطريقة تعبر فعلا عن يمكن عن الناس أو عن المسلمين حول العالم الكل، وطريقة التعبير هكا نبيلة شوية يعني فيها احترام كبير برشا. فنتمناو دائما مثل هذه الصور، لأنه أحسن أكيد من الحاجات اللي تكون فيها عنف وتكون فيها أيضا تهديدات كبيرة للجميع مش فقط للمسلمين. والرياضة تجمع. الرياضة أكيد تجمع. صحيح. من أكثر الحاجات اللي تجمع، من أكثر الحاجات اللي نشوفوا فيها ليلة العنصرية، من أكثر الحاجات اللي نشوفوا فيها لا اختلاف حول الدين، حول البشرة، حول الجنسية، حول كل شيء. الرياضة دائما تجمع، على الرغم من أنه تصير فيها أحيانا حاجات، ولكن تبقى دائما تجمع. ونعرف قديش كأس العالم يجمع الناس، كلنا في انتظار كأس العالم 2022. كلنا سمعين مصطلح الروح الرياضية. صحيح. أنا حبيت نختار اليوم أنه نحكي على الرياضة تحديدا، ونحكي على اثنين من اللاعبين اللي تصدروا المواقع الكل البارح، الناس كل تحدثت عليهم. زلاتان إبراهيموفيتش، يعني 39 سنة، لعب وقت اللي مشى إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 3 أو 4 سنوات، الناس كل توقعت أنه هي نهاية مسيرته الرياضية. يرجع السنة اللي فاتت إلى ميلانو مع نادي إيسي ميلان تحديدا، ويرجع إلى الانتصارات منذ نادي أصلا رجع للانتصارات. وحتى زلاتان إبراهيموفيتش يلعب في 90 دقيقة ويتحدى في العمر، كل الخبراء الرياضيين يتحدثوا على تحدي العمر بالنسبة له هو، وأصلا هو يشبه نفسه ببنجاما باتن، يقولوا أنه هو دائما يقعد صغير حتى ولو كبر، وخاصة بعد الهدف اللي سجله هذا البارح مع ميلان ضد يودينيزي اكتب وقال علاش أنه نجري ولماذا نركز وقت اللي احنا يمكننا الطيران. بالإضافة إلى زلاتان جيت الإجابة أيضا من كريستيانو رونالدو اللي البارح كان رجع طبعا بعد توقفه عن الملاعب بسبب إصابته بفيروس كورونا، رجع البارح وسجل هدفين طبعا مع نادي يوفنتوس ضد نادي إسبيديا. بعد دقيقتين فقط من دخول المباراة في الشوط الثاني سجل هدف. كريستيانو رونالدو أيضا يتحدى العمر فيها وعمره 35 سنة. يعني هاللاعبين هذوما غيروا، حتى ميسي أيضا إذا نتحدث عليه غيروا نوعا ما فكرة لاعبين كرة القدم توني اللي يوصلوا إلى عمر معين ونقولوا أنه انتهت مسيرتهم الرياضية، هما يثبتوا أنهم ما زالوا صغار. إبراهيموفيتش 39 ورونالدو 35، اثنيناتهم راجعين من كورونا. ما بعرف إدا صدقت إبراهيموفيتش أنت لأنه كان ساخر بعض الشيء في تغريداته، يقول مبارح إجت نتيجتي بكورونا سلبية اليوم إيجابية، وبمطرح المطارح داعي كورونا أنه تجي لعنده. بس بكل الأحوال اثنيناتهم سواء رونالدو أو إبراهيموفيتش دلالة على هذه الخطوة إلى الوراء اللي كانت من خلال كورونا حتى نرجع ننطلق بقوة. هيك بالعدو بصير. صحيح. مهم ناخد منه عبرة بأنه كورونا ممكن تكون مناسبة حتى نراجع حساباتنا، نرجع نلم طاقتنا وننطلق بقوة من جديد بحب الحياة أولا. حاجة أخرى أيضا، على الرغم كما قلنا من أنه كبار بالعمر ونظرا إلى موضوع كورونا تحديدا توني، وقت اللي الإنسان يكون عنده هاللياقة البدنية ويحافظ على جسمه ويقوم بالرياضة ويكون عنده أكل معناه فعلا صحي، بالحق ما يخافش من أي مرض معناه. فهذه رسالة حلوة من أبطال ومن نجوم عندهم ملايين المتابعين في العالم. وفيك تنصر لها كمان من ناحية تانية أنه بكورونا لما تعرضوا لوعكة صحية عرفوا قيمة صحتهم. صحيح. أكثر وأكثر، لأن الصحة أساسية للياقتهم البدنية في عالم كرة القدم. 100%. إن شاء الله يعطيونا صحة كريستيانو إبراهيموفيتش. أنت بلشت لنا نهارنا بطريقة صحية. حلو الحديث عن الرياضة. جميل الحديث عن الرياضة. نمشي إلى الأخبار. نمشي إلى الأخبار. برشا أخبار. بلا ما نحكي. خاصة هالأسبوع. برشا أخبار. الله يستر. الله يستر. نسلم الموضوع إلى الزميلة وعد في مع الخبر. شكرا أمين وطوني. صباح الخير مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديل الدستوري في الجزائر 23.7% وفق رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أي ما يعادل تصويت 5.5 ملايين ناخب من أصل 23 مليون ناخب مسجل داخل البلاد. وشهدت بجاية وتيزي وزو أهم مدينتين في منطقة القبائل عزوفا شبه تام عن التصويت بحسب شهود عيان، وساهم ذلك بشكل كبير في ضعف نسبة المشاركة. وتعد نسبة المشاركة ضعيفة وأقل من التي سجلت في الانتخابات الرئاسية في كانون الأول ديسمبر عام 2019.
للمزيد معنا من العاصمة الجزائرية مراسل التلفزيون العربية الزميلة صلاح الدين مقعاش. صباح الخير صلاح. بداية، ما سبب الإقبال الضعيف للغاية؟ حقيقة سبب الإقبال لا ننسى أيضا ونحن الآن في أجواء جائحة كورونا أيضا التي أثرت على التعديلات استفتاء التعديلات الدستورية. هناك أيضا يعني فيما يخص الترويج لهذه الانتخابات وأيضا توقيتها، هناك أيضا غياب الرئيس تبون وهو في فترة علاجية، وبالتالي فإن الأغلب يعني هنا المواطن الجزائري معروف بأن أكبر الانتخابات التي يشارك فيها عبر يعني عبر الاستحقاقات الانتخابية هو الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي فإن تركيز الجزائريين كله كان يصب في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حتى في المشاركة في الانتخابات البرلمانية وأيضا البلدية هناك مشاركة نقدر نقول أنها ضعيفة نوعا ما في عدد من المناسبات. أيضا في هذه الفترة والجزائريون أيضا يعني كما يقاسمون العالم يعني جائحة كورونا، فإن المشاركة في الانتخابات كانت ضعيفة وهي قاربت 27 تقريبا نسبة 25% وهي نسبة 24% وهي 23.7، وبالتالي فإننا سنشهد ارتفاع طفيف في النتائج ما الإعلان عنها في الساعات المقبلة وتحديدا على الساعة 10 في قصر المؤتمرات من قبل رئيس السلطة الوطنية للانتخابات السيد محمد شرفي. هل يمكن أيضا أن تكون مؤشر لانقسام خاصة مع عزوف مدن من منطقة القبائل؟ نعم، منطقة القبائل تاريخيا معروفة بعدم مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية، هو رفض تراه منطقة القبائل أن المنطقة يعني لديها رؤية أخرى للمسار الذي تضعه السلطة الآن فيما يخص الانتخابات، خصوصا بعد الحراك الشعبي حراك 22 من فبراير، وبالتالي فإن المقاطعة يعني ليست كلية في الجزائر، فقط جهة معينة يعني كانت دائما يعني ترفض المشاركة في الانتخابات، وبالتالي هي حرة في رفضها المشاركة وغير المشاركة. ما هي أبرز وهي يعني أمر ديمقراطي بالنسبة يشملها التعديل؟ نعم، بالنسبة للتعديلات هناك تعديلات فيما يخص سابقة تاريخية وهي إرسال الجيش الجزائري خارج الحدود، وهي تعتبر المرة الأولى التي سيتم إرسال الجيش الجزائري في مهمات خارج الأراضي، وهو ما كان يمنعه الدستور الدساتير الجزائرية من قبل رغم التعديلات التي قامت بها يعني السلطات آنذاك، وبالتالي فإن الجزائريين منقسمين حول من يريد عدم إرسال الجيش الجزائري لمهمات خارجية، وهناك من يرى أن ضرورة المعطيات الإقليمية خصوصا وأن الإقليم الساحل وأيضا الوضع في ليبيا يؤثر على الوضع في الجزائر أوتوماتيكيا، وبالتالي فإن تدخل الجيش الجزائري بصفة أممية تحت إشراف الأمم المتحدة يراه بعض الجزائريين أنه أمر مقبول داخل الشارع. نعم. هناك أيضا بالنسبة للتعديل الثاني وهو عهدات، هناك جهة من الإسلاميين أو التيار الإسلامي في الجزائر يرفض الدستور خصوصا وأن هذه التعديلات ستعطي صفة العلمانية للدولة، وبالتالي فإن الإسلاميين يرون أو يريدون التصويت أو أرادوا التصويت بلا خلافا لهذه التعديلات التي تعطي مسارا آخر فيما يخص الهوية الجزائرية وأيضا مكتسبات الإسلاميين التي حققوها أو إنجازاتهم في الدساتير السابقة. نعم، هناك أيضا يعني تغييرات أخرى فيما يخص عهدات الرئيس التي كانت مفتوحة في وقت أو في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث أن عهدات رئاسية كانت مفتوحة، وبالتالي فإن التعديل فيما يخص الحكم الرئيس في السلطة يبقى بعهدتين، وبالتالي فإن هذا يكتب للجانب الإيجابي للتعديلات الدستورية. هناك أيضا صلاحيات تم إعطاؤها للقضاء وأيضا للحكومة وتحديدا لرئيس الحكومة، وبالتالي هناك تقاسم في السلطة بين الرئيس وبين الحكومة التي سيتم انتخابها مستقبلا. شكرا جزيلا مراسل التلفزيون العربية من العاصمة الجزائرية صلاح الدين مقعش.
ونواصل في أخبارنا. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز سراج إلى إيجاد توافقات وتفاهمات جديدة لحل الأزمة في ليبيا. وفي كلمة متلفزة له بعد جولة خارجية، حث سراج كل الأطراف الليبية على الانخراط الإيجابي في الحوارات القادمة والعمل على توحيد مؤسسات الدولة وفق تعبيره. استؤنفت في الخرطوم المحادثات بين السودان ومصر وأثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا لحل الخلافات حول تقاسم مياه النيل. ويشارك في هذه المفاوضات التي تعقد عبر تقنية الفيديو وتستمر أسبوعا وزراء الري في الدول الثلاث، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وقالت وزارة الري السودانية في بيان إنه تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على مواصلة بحث الموضوع عبر فريق سداسي يضم عضوين من كل دولة، سيرفع تقريره غدا لوزراء المياه في الدول الثلاث. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منافسه الديمقراطي جو بايدن يعتزم إغلاق الولايات المتحدة لسنوات بسبب فيروس كورونا في حال فوزه في الانتخابات، مؤكدا أن ذلك لن يحدث. وجاء ذلك في وقت يواصل فيه المرشحان جولاتهما الانتخابية قبيل موعد الانتخابات المقررة غدا. وشارك ترامب أمس في 5 تجمعات أقيمت في بنسلفانيا وميشيغان وفلوريدا، إضافة إلى كارولينا الشمالية وجورجيا، بينما سجلت جولة للمرشح الديمقراطي بايدن في بنسلفانيا. أعلن الجيش الأذربيجاني تدمير رتل عسكري تابع للقوات الأرمينية في إقليم ناغوني كاراباخ المتنازع عليه، وهو الذي يشهد جولات قتال بين الطرفين. وبثت وزارة الدفاع الأذربيجانية لقطات مصورة قالت إنها للرتل المستهدف، ومشيرة إلى أنه تعرض لهجمات جوية ومدفعية خلال توجهه نحو مقاطعة خوجاوند. وترافق ذلك مع إعلان الرئيس الأذربيجاني أن بلاده لا تنوي مهاجمة أرمينيا، لافتا إلى أن العملية العسكرية محصورة في أراضيها. سجلت الولايات المتحدة حوالي 77 ألف إصابة جديدة في الساعات 24 الماضية بحسب جامعة جونز هوبكنز. وتزامن ذلك مع انتقاد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي استراتيجية إدارة ترامب في التصدي لتسارع وتيرة تفشي الوباء في البلاد. وفي فرنسا سجلت أكثر من 46 ألف إصابة جديدة مقابل ما يزيد عن 23 ألفا في بريطانيا، كما سجلت 37 حالة وفاة في الأردن ونحو ضعف هذا الرقم في المغرب، وذلك في ظل تصاعد عدد الإصابات في لبنان. ننتقل إلى جولة على أبرز عناوين الصحف. البداية من القدس العربي، وفي رئيسيتها الإعلام العبري يتحدث عن مخاوف متزايدة لدى دول عربية من إمكانية هزيمة ترامب. وقادة المستوطنين الإسرائيليين يخططون لإقامة صلاة صباح اليوم الاثنين في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل من أجل فوز ترامب. وفي السياق، جريدة القبس الكويتية خصصت رئيسيتها لفرص تتويج المرشح الديمقراطي جو بايدن بعد رحلة امتدت على مدار نصف قرن بالصعود إلى قمة الهرم السياسي في أمريكا ليصبح سيد البيت الأبيض الجديد وأكبر الرؤساء الأمريكيين سناً. إلى العراق مع جريدة الزمان، وفي عنوانها الرئيس ركزت على اغتيال شيخ قبيلة داعم للاحتجاجات في جنوب العراق، وقالت إن العملية تمت في محافظة ميسان وإن القتيل من أبرز وجوه قبيلة بني طي. إلى لبنان مع جريدة الجمهورية، وفيها لبنان يخسر أولوية ماكرون لمساعدة لبنان دون شروط بسبب تأخر تشكيل الحكومة. الختام كالمعتاد مع العربي الجديد، وفي رئيسيتها مباحثة اللجنة العسكرية تنتقل للمرة الأولى إلى داخل ليبيا لبحث آليات تنفيذ وقف إطلاق النار، إضافة إلى ملف المقاتلين الأجانب قبل انعقاد حوار تونس بعد أسبوع. في صورة الغلاف، العالم بأسره يترقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل الساعات الأخيرة من حلول موعد فتح صناديق الاقتراع، والنتائج النهائية لن تظهر فور إغلاق مراكز التصويت. في زاوية الحدث، أوروبا تبدأ هذا الأسبوع بالإعلان عن تدابير صارمة في إطار ما يعرف بمواجهة الموجة الثانية من كورونا وسط تململ شعبي.
الكاريكاتير لعماد حجاج عن رمزي حزبي الديمقراطيين والجمهوريين في الانتخابات الأمريكية مقابل ما يراه رمز الانتخابات العربية. ومع الكاريكاتير نصل إلى ختام الوقفة الإخبارية الأولى، على أن نلتقي مجددا على رأس الساعة. شكرا للمتابعة. نحييكم من جديد مشاهدينا. يعمد الراغبون في إنقاص وزنهم إلى استبدال الخبز الأبيض بالأسمر لما يعرف عن فوائده ومساعدته في خسارة بعض الكيلوغرامات الزائدة. فأين الحقيقة في هذا الموضوع، وماذا عن باقي المأكولات السمراء وفوائدها؟ الجواب مع الاختصاصية في التغذية مريم التركي مباشرة من الكويت. صباح النور مريم، منورتينا. أهلا، صباح الورد. أهلا فيك سيدتي. ما حقيقة أن الأطعمة السمراء مفيدة صحيا أكثر من البيضاء؟ تمام، مثل ما تفضلت، الناس لما تبدأ تسوي حمية أو دايت أو تحب تنزل وزنها، نشوف أنهم هم راحوا مباشرة للأطعمة السمراء من معكرونة وخبز وغيرها. الآن الأطعمة السمراء حقيقة هي كقيمة غذائية أعلى من القيمة الغذائية الموجودة في المنتجات البيضاء، لأنه الألياف فيها أعلى طبعا، لانه البروتين فيها قد يكون اعلى، لانه المعادن فيها قد تكون اكثر. لكن في حقيقه البعض يجهلها، انه السعرات الحراريه في الاسمر والابيض عاده تكون متساويه، واحيانا تكون في الاسمر اعلى من الابيض. فالاسمر كقيمه غذائيه طبعا اعلى، يساعدنا على الشبع، يساعدنا على انه سكر الدم ما يرتفع بسرعه. لكن للناس اللي تعد السعرات الحراريه ويعتقدون انه اذا اسمر راح اقدر اكل منه اكثر، فهذه النظرية خطأ، لأنه الأسمر والأبيض متعادلين في السعرات الحرارية وفي كمية الطاقة اللي يعطونها للجسم. نعم، يعني في سعرات حرارية وتلقائيا سيزيد وزننا، ولكن ماذا عن الشائع بأنها تساعد على خسارة الوزن؟ نعم، هي هذه الحقيقة غير مباشرة، تساعد على خسارة الوزن بشكل غير مباشر. ليش؟ لأنه المنتجات السمراء الكاملة، خلينا نقول، تحتوي على الياف اكثر مثل ما ذكرنا، ولما يكون الاكل فيه الياف اكثر نشعر بالشبع لفتره اطول، رقم واحد. رقم اثنين، حركه الامعاء تصبح افضل، فالتخلص من الفضلات الزائده في الجسم يصبح اسهل. لكن احنا ما نقدر نقول نظريه انه تناول الخبز الاسمر سيؤدي مباشره الى تنزيل الوزن، بالنهايه نحن يجب ان نراقب الكميه. فاللي يصير انه احيانا بعض الاشخاص لانه هم يتناولون خبز اسمر ومعكرونه سمراء ورز اسمر، وهذه كلها ماكولات صحيه، يهملون عامل الكميه، فيبداون ياكلون كميات كبيره من هذه المنتجات فقط لانها صحيه، وفي النهايه تكون النتيجه زياده في الوزن. حالهم حال الناس اللي ياكلون خبز ابيض او معجنات بيضاء او رز ابيض. بالمقابل اذا الشخص اكل خبز ابيض او رز ابيض وهو متحكم بالكميه، راح نلاقي ان وزنه ينزل اكثر من الشخص اللي ياكل خبز اسمر وهو غير متحكم بالكميه. نعم، طيب ليه نفصل المأكولات السمراء ونبدأ بالخبز، الخبز الأسمر والأبيض؟ أنا بعرف أو سامع بأنه الأبيض ينزع عنه النخالة لدى طبخه أو لدى صنعه. خبرينا أكثر عن التفاصيل، تفاصيل الصنع، كيف يمكن أن نميز الخبز الأسمر عن الأبيض من صناعتهما؟ طيب، الخبز الاسمر والخبز الابيض، الابيض هو مكرر، مصنوع من طحين مكرر. شنو يعني طحين مكرر؟ يعني حبه القنف شايلين عنها كل القشور اللي هي فيها قيمه غذائيه، وماخذين القنف فقط، وطبعا مسوين عليها عمليات تكليل حتى ناخذ هذا لون الطحين الابيض النافع اللي يعتبر مشهي. الان المخبوزات السمراء خاصه يكون يعني حبه كامله، لانه في احيانا مخبوزات سمراء مضاف اليها الوان، هي لا تحتوي على النخاله، هي فقط تحتوي على الوان الكراميل والصبغه حتى تجذب الناس لانه يصير لونها مكرمل. لكن المنتجات السمراء الحقيقيه لما نقلب ظهر المنتج ونقرا المكونات، راح نجد المكونات الاساسيه هي حبوب كامله، او حبوب القمح الكامله، او حبوب الشعير الكامله، او حبوب الشوفان الكامله، او خليط من هذه الحبوب. طبعا الماده الاساسيه اللي موجوده في الاسمر وليست موجوده في الابيض مثل ما تفضلت هي النخاله او القشور.
اللي هي اللي تكون خارج حبه القمح نفسها او الحبه نفسها اللي نستخدمها في تصنيع المنتج. يلي بتحتوي طبعا على فيتامينات بي واي. تحتوي على فيتامينات متعدده من فيتامينات با اللي نحتاجها في تمثيل الطاقه، وهذا اهم فيتامين نفتقده لما احنا لما نسوي تكرير للطحين. تحتوي على الالياف، الالياف هذه الموجوده في الحبوب هي المسؤوله عن نقول هي اللي تامن الماده اللي تنمو عليها البروبايوتكس في الامعاء. يعني احنا طبعا كلنا نعرف مدى اهميه الكائنات الحيه الدقيقه في امعاء جسم الانسان. نعم، وهل صحيح ان الخبز الابيض يحتوي على كربوهيدرات الذي يتحول بسرعه الى دهون؟ اثنينهم يحتوون على الكربوهيدرات، لكن في الابيض الامتصاص اعلى. ليش؟ لانه ما في الياف كفايه تؤثر امتصاص السكر. يعني فلنفترض هذه عندنا خبزه لبنانيه بيضاء وخبزه لبنانيه سمراء، الخبزه اللبنانيه البيضاء والسمراء اثنينهم يحتوون على 15 جرام من النشويات. ولكن نعم. الفرق انه السمره تحتوي على 3 جرام الياف، البيضه تحتوي على نص جرام الياف، فليصير انه ال 15 جرام في الخبزه السمراء يمتصون في الجسم بشكل ابطا من البيضاء، وذلك لاحتوائها على الالياف اللي تبطئ وتؤخر من عمليه امتصاص السكر. نعم، لننتقل تحويلها الى دهون. نعم مريم، لننتقل الى السكر الاسمر والسكر نعم. الابيض. نعرف ان السكر الخام هو اسمر لانه صحيح. دبس يعني، ولكن هل السكر الأسمر الذي نأخذه من الأسواق هو سكر خام؟ وما الفرق بين السكر الأبيض والأسمر؟ طيب أثنينهم قطر سكر، يعني المفروض أنهم أثنينهم شوجر كين، لكن اللي يصير على السكر الأبيض هو عملية التكرير والبلورة علشان يصير هذا السكر المشهي اللي حبة بحبة ما يتكتل مع بعضه، نستخدمه في الشاي وفي المشروبات وفي الحلويات ويعطي قوام جميل للحلويات. الآن السكر الأسمر هو من نفس النبتة، ولكن الفرق أنه لم تحصل عليه عمليات تكرير، وفي بعض الأحيان يؤخذ السكر الأبيض وينقع في الدبس علشان يصير أسمر. الآن بهذه الحالة إذا راح نتكلم عن السعرات الحرارية، اثنينهم السكر الأبيض والأسمر تقريبا نفس السعرات الحرارية. الأسمر يختلف عن الأبيض ب 10 كالوري أو 5 كالوري أحيانا بحسب نوع السكر. يعني ما ننغش باللون. اي ما نغش باللون، السكر الاسمر والابيض مش مثل الخبز الاسمر والابيض. نعم. لكن السكر الاسمر الغير مكرر الشوجر كين او سكر القصب الطبيعي 100% اللي لا منقوع بدبس ولا مكرر ولا اي شيء، هذا السكر يحتوي على بعض المعادن اللي هي موجوده اصلا في قصب السكر والتي تنزع بعمليه التكرير. فاذا كان في فرصه للانسان انه يتناول سكر القصب الطبيعي الغير ملون الغير مكرر فلما لا، يعني ليش لا؟ لكن اذا كان هذا الموضوع رح يكلفه نقود اكثر وفلوس اكثر بفرق كبير علشان يحصل على هذا السكر، فاقول له انه ماكو داعي، لانه بالنهايه هو سعرات الحراريه واحده ولن تفرق كثيرا في صحته، يعني مش مثل الخبز الاسمر والابيض. نعم. طيب يعني كم اخبارك حلوه لمنتجنا اليوم، كان عم يدعي للتوقف عن السكر بس بنقول له لاحمد ياسين السكر الاسمر مفيد، بركي بغير رايه. لننهي مع المعكرونه، هناك معكرونة بيضاء ومعكرونة سمراء. أنا كأني سمعت أو هذا تقرير لmyhealth.com يقول فيه إن المعكرونة السمراء والبيضاء تتعادلان بنسبة الألياف، هل هذا صحيح؟ وفسري لنا أكثر. صحيح إلى حد ما، ومو صحيح إن اليوم إحنا يعني صحيح إلى بعض المنتجات وغير صحيح لبعض المنتجات الأخرى. اليوم إحنا عندنا المعكرونة تصنع من كثير من أنواع الحبوب، في معكرونة تصنع من القمح، في معكرونة تصنع من الشعير، في معكرونة تصنع من الشوفان، فما نقدر نقول إنه تلك المعكرونة المصنعة من الشوفان الكامل تتعادل بالألياف مع المعكرونة المصنعة من القمح المكرر الأبيض. لا طبعًا، معكرونة الشوفان راح يكون فيها ألياف أكثر شوية من المعكرونة البيضاء. اما بالنسبه للمعكرونه السمراء المحضره من القمح الكامل والقمح الابيض، رح نلاقي انه نسبه الالياف الفرق يعني بينهم قليله، لانه مهما كانت المعكرونه المحضره من القمح يعني سمراء، هم مضطرين يقللون شويه من النخاع الموجوده علشان يقدرون يحصلون على قوام المعكرونه. يعني في التصنيع ما رح يقدرون يضيفون كميه كبيره من النخاله مثل ما نقدر نضيفها بالخبز، لانه احنا نحتاج قوام معين للعجينه اللي تحصل على معكرونه. فما في فرق كبير بالالياف، نعم يعني فرق راح تلاقي يمكن جرام الى جرام ونص، لكن ممكن نجد فرق في البروتين. نعم.
طيب يعني بكل الأحوال بكل المأكولات السمراء يبدو أن الألياف بنسبة ضئيلة أو كبيرة أعلى من المأكولات البيضاء وتساعد أيضا على الشبع، على الشعور بالشبع. نحن ما شبعنا من الحديث معك، كنا عبالنا نحكي عن الرز الأبيض والأسمر إن شاء الله بحلقة لاحقة. الاختصاصية في التغذية مريم التركي، كنت معنا مباشرة من الكويت، شكرا لك. مشاهدينا فاصل أول، نعود بعده لمتابعة صباح النور، ابقوا معنا. صباح النور من جديد مشاهدينا. إثر تفشي وباء كوفيد 19 في نظام طبعا بيئة ريادة الأعمال الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهذا طبعا استدعى اهتماما كبيرا من عرب نت وومضة، خاصة عن كل ما تعرضوا له الشركات الناشئة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع دعونا نستضيف معنا المدير التنفيذي لعرب نت عمر كريستيدس. عمر صباح النور. صباح الخير. صباح النور يا عمر. إذا اذكر تقريركم على تأثير وباء كورونا على الشركات الناشئة بالتحديد، لماذا اخترتم الشركات الناشئة؟ يمكن قبل ما ركز على التقرير بعرف نحن عن شركتنا. نحن عربنات، أنا أسست الشركة من 10 سنين، وهدف الشركة كانت دعم نمو القطاع الرقمي والشركات الناشئة بالمنطقة. القطاع الرقمي والتكنولوجيا هي من أهم القطاعات بالاقتصاد العالمي اليوم. نحن شفنا بآخر 10 سنين أنه أصبحوا أكبر 5 شركات بالعالم هن كلهم شركات تقنية، منهم أبل وفيسبوك وجوجل ومايكروسوفت. فنحن أسسنا الشركة واللي هي خدماتها الرئيسية المؤتمرات والتقارير والأبحاث لندعم نمو هذا القطاع، خاصة من 10 سنين كان بعده بأول طلعته هذا القطاع، وبهالعشر سنين شهد نمو جدا كبير. طبعا كان هدف الثاني لنا أنه نقدر نساعد هالشركات الناشئة أن تتعرف على مستثمرين، ونحن منشوف أنه الشركات الناشئة هن المحرك الأهم للاقتصادات العربية، خاصة بعد عصر البترول. إذا بدنا نقول اليوم سعر البترول أوطى مستوياته، والاقتصادات العربية وخاصة الخليجية عم تدور على المحرك الجديد، وعم تراهن هالاقتصادات على اقتصاد المعرفة والتقنية كالمحرك الجديد لاقتصاداتها. جميل عمر. طبعا بطبيعة الحال نحن هذه مش أول مرة تكونوا معنا في صباح النور، يمكن هذا اللي خليني ما سألتكش على عرب نت، لأنه تقريبا كنتوا معنا أكثر من مرة ونعرفوا تحديدا العمل الكبير اللي قاعدين تقوموا به. نرجع إلى هذا التقرير، ماذا يهدف التقرير اللي قمتوا طبعا بالعمل عليه، وما هي التدابير التي نصحتم باتخاذها للتخفيف من ضغوط والأعباء المالية على الشركات وخاصة الشركات الناشئة؟ طبعا نحن من أول ما صارت فجعة كورونا وبلشنا نشوف تأثيرها على الاقتصاد عامة، نحن المهتمين بالشركات الناشئة قررنا أنه ضروري نسلط الضوء على المصاعب اللي عم بتواجه الشركات الناشئة بالتحديد. فتعاودنا نحن ومنصة ومضة، عملنا مسح ل 250 شركة أو استبيان ل 250 شركة ناشئة إقليميا، وسألناهم عن أكبر المصاعب اللي عم بتواجههم. فقبل ما أحكي شوي عن النصائح أو الريكومنديشنز تبع التقرير تبعنا، أول شيء بقول لك النتائج تبعه وشو أكبر المشاكل اللي عم تواجهها الشركات. أول شيء لقينا أنه 70% من الشركات الناشئة متضررة من كوفيد. هلأ طبعا في جزء منا صغير، مثلا التجارة الإلكترونية كلنا قاعدين بالبيت، كل شيء عم نطلبه عبر التجارة الإلكترونية شهدت نمو سريع جدا، ولكن صحيح. معظم الشركات 70% من هالشركات تأثرت بشكل سلبي كتير، وتقريبا ربع الشركات أوقفت عملها لمهلة أو لا يعني على طول.
إذا بنطلع كمان على الاستثمار، كثير من هالشركات عايشة على استثمار بتاخدهم المستثمرين. فشفنا أنه 50% من هالشركات خسرت الصفقة الاستثمارية اللي كانت عم تشتغل عليها لعدة أسباب، لسيولة المستثمرين، لتغيير اهتمام المستثمرين بالأوضاع الاقتصادية الموجودة، إعادة النظر بالصفقات المعروضة. وهالشركات ما عندهم أكثر من 6 أشهر من السيولة. فلما نشوف إنه هدول الشركات إذا ما قدروا يحصلوا على صفقة استثمار بخلال 6 أشهر حيضطروا يسكروا أعمالهم. فطبعا كانت النصائح تبعنا مرتبطة بهالنتائج اللي شفناها. أول شيء توفير سيولة لهالشركات أو دعم الاستثمار من خلال أي شيء بيشبك المستثمرين والشركات الناشئة سوا، وفي عدة جهات حكومية وغير حكومية عم تشتغل على هذا الموضوع. والثاني شيء مثل ما عم نشوف بالاقتصاد العام، ضروري نساعد الشركات الناشئة على تخفيض التكاليف الموجودة عليها. الأشياء اللي طلبوها هن الشركات الناشئة بالتقرير كانت مساعدة بدفع المعاشات ومساعدة بتخفيف التكاليف، خاصة كل شيء خاصه بالتكاليف أجار المكتب وطبعا الرسوم الحكومية وأي دفعات حكومية مطلوبة. طبعا عمر هذا الكل يتطلب عمل كبير، خاصة وأنه نحن مع انتشار جائحة كورونا تقريبا اللي أثرت على كل الشركات مش فقط الشركات الناشئة، يعني نتحدث على شركات كبيرة، نتحدث على مصانع كبيرة أغلقت، نتحدث على نوادي رياضية تجارية أيضا قد تعلن إفلاس في فترة المقبلة كما نادي برشلونة. يعني هذوما حاجات اللي تحديدا اللي عندهم ما يكفي من الموارد المالية ولكن يعيشوا أزمة، فما بالك بالشركات الناشئة أو ستارت أب، خاصة وأنه ظروفهم صعبة. شفنا بعض الملاحظة، شفنا بعض يعني مثلا وسائل التواصل الاجتماعي حاولت نوعا ما تشجع مثل هذه الشركات الناشئة بأشياء بسيطة يمكن أنه تعرف بها أكثر أو أنه تخليها تشتغل أكثر، ولكن الوباء تحديدا حاليا وانتشاره وما زلنا نعيشه في موجة انتشار كبيرة في الوقت هذا الحالي، وبدأت دول ترجع إلى الإغلاق مرة أخرى، هل هذا يعقد عفوا أزمة الشركات الناشئة أكثر فأكثر؟ طبعا هيدا الشيء بيعقد عمل الشركات الناشئة. هلا مثل ما قلنا هيدا الشيء كمان بيصير بدك تعتبر وشو القطاعات اللي عم تشتغل فيها الشركات. تأثير الجائحة منا هي نفسها على كل القطاعات، مثل ما عم نشوف بالقطاعات اللي الغير رقمية اليوم، الشركات اللي مثلا خاصة بالتجارة الإلكترونية عم تشوف تشهد نمو جدا كبير، ومش بس التجارة الإلكترونية، كل توابع يعني التوصيل، الدفع الإلكتروني، كل شيء اللي بيخلينا نقدر نحن نعمل معاملة من دون ما نروح ونتعامل مع شخص، نضلنا تابعين السوشيال ديستانسينج. طبعا القطاعات المؤثرة إيجابيا هي المحتوى والترفيه. اليوم كل العالم العلقانة بالبيت عم تقرأ أكثر، عم تحضر تشاهد أشياء أكثر. الأشياء اللي خاصة بالتعليم عن بعد وكل شيء خاصة بالمواصلات والتواصل عن بعد، هدول شفنا مثلا شركة زوم عالميا، بس كتير شركات إقليمية نهضت بشكل سريع من وراء هذا الوباء. عمر بهذا الموضوع تحديدا، عفوا كان قطعتك، بهذا الموضوع تحديدا ماذا عن الشركات اللي تعنى بالرعاية الصحية؟ بالرعاية الصحية هيدا كان من القطاعات اللي منه جدا كبير من حيث الشركات الناشئة الموجودة بالضبط، ولكن طبعا اليوم صار في طفرة كبيرة، شهدت عدة شركات استثمارات جديدة، مثلا شركة بيزيتا الكبيرة اللي أخذت استثمار. هلأ عم نشوف اهتمام أكثر وأكثر من قبل المستشفيات والعيادات الكبيرة والشركات الكبيرة إنه تتحول نفسها رقميا، طبعا مع أهم التقنيات الجديدة اللي عم تستعمل بهذا القطاع، مثل العالم الافتراضي اللي عم نقدر نستخدمه. يعني الدكتور بيلبس هالعوينات الافتراضية وبيقدر عن بعد انه مثلا باستخدام الروبوتات يعمل جراحة.
ففي تقنيات جدا مهمة جديدة، الذكاء الاصطناعي اللي بيقدر يساعد بالتشخيص الأمراض، لأنه هن يعني مبني على داتابيس كبير من المعلومات عن كل الأمراض وكل العوارض، بيقدر يساعد الدكتور بالتشخيص. فحنشوف إدماج هالتقنيات الجديدة على قطاع الطبابة والمستشفيات وال أخير سؤال عمر، نعرف قديش شبابنا في العالم العربي طموح، نعرف قديش شبابنا في العالم العربي أعمال إنجازات وابتكارات يمكن شهد لها العالم خاصة في الجائحة متاع الكورونا، شفنا عدة إنجازات، ولكن نتحدث على شباب طموح، نتحدث على شباب سابق عصره نوعا ما، نتحدث على الاقتصاد الرقمي مقارنة بالحكومات التي يمكن مازالت بعيدة على فكرة التوجه إلى الاقتصاد الرقمي. لا أنا بقول لك بالعكس، اليوم عندك خاصة بعد جائحة كورونا الاهتمام بالتحول الرقمي تزايد بسرعة جدا، وهذا الشيء على عدة مستويات. فينا نحكي أعلى مستوى هو المستوى الحكومي، وشفنا اليوم دفع جدا سريع لرقمنة كل المعاملات الحكومية وكل الدفعات الحكومية، وعلى مستوى حتى أعلى الرؤية اللي عم نشوفها من خاصة البلدان الخليجية هي رؤية تحول رقمي واقتصاد مبني على المعرفة وليس على الموارد. لما ننزل مستوى واحد نحكي عن الشركات اللي كان يروح يعمل معاملة بالبنك أو كان يروح يعمل معاملة بيشتري بالسوبر ماركت، اليوم صار كل هالمعاملات صارت افتراضية. فعم نشوف كمان استثمار هائل من الشركات لبرامج تحول رقمية داخلية عندهم، وليقدروا يوصلوا سلعهم أو خدماتهم للمستهلك بطريقة افتراضية ورقمية. وطبعا الدافع الأكبر هو رواد الأعمال، المنطقة عم تشهد طفرة كبيرة بريادة الأعمال والشركات الناشئة الرقمية، شفنا بآخر 10 سنين مضاعفة عدد المستثمرين بهذا المجال 10 أضعاف. نحن لما بلشنا بال 2010 كان في يمكن 10 مستثمرين، اليوم في أكثر من 150 مستثمر عم يستثمروا، زادت عدد الصفقات والقيمة المستثمرة بشركات ناشئة إلى ما يقارب ال 500 مليون دولار سنويا. وطبعا عم نشوف عمليات واستحواذ من قبل الشركات العالمية لشركات ناشئة رقمية عربية. أجدد صفقة شفناها هي استحواذ على شركة إنستا شوب الإماراتية اللي هي لتوصيل الخضرة يعني والأكل نحن على البيوت. نعم يعني نحن عمر على الطريق الصحيح. طبعا على الطريق الصحيح، وعم نشوف نحن حتى لما نسأل الشباب العربي عم نشوف انه نسبة الشباب العربي المهتم تأسس شركتها من اعلى نسبة عالميا. فاليوم في شغف للشباب العربي وطموح انه يأسسوا شركاتهم ويلعبوا دور جديد لخلق اقتصاد عربي جديد. ونحن طبعا نتمنى لهم كل التوفيق، ونتمنى ايضا التوفيق لكم انتم عرب نت، المدير التنفيذي لعرب نت عمر كريستيدس، شكرا لك على حضوركم معنا. شكرا لك. شكرا عمر. مشاهدينا ننتقل إلى أطباق اليوم مع الشيف رسمور. شكرا أمين، ويسعد صباحكم وصباح كل المشاهدين اللي عم يتابعونا اليوم بقناة العربية بصباح النور. اليوم وصفتنا راح تكون فرنسية، المطبخ الفرنسي هي عبارة عن حلويات بسيطة بالميرنج اسمها بافالوفا، اللي هي الميرنج. الميرنج شو هو؟ هو عبارة عن رغوة بياض البيض. طبعا الميرنج 3 أنواع، هو الميرنج الفرنسي، الميرنج الايطالي، الميرنج السويسري. الفرق بيناتهم بسيط، انه السويسري والايطالي بينطبخوا على درجه حراره معينه، اما الميرنج الفرنسي لانه بدنا نطبخه بالفرن فبنعمله ببياض بيض ني. هلا الخطوه المهمه كثير لنجاح الميرنج، اول شيء بياض البيض لازم يكون بياض وبيض بدون صفار ابدا، لانه عدو الميرنج هو الدهون، والدهون مثل ما بنعرف احنا موجوده بالصفار. لهيك نحن اليوم اخترنا هاي الوصفة، طبعا النتيجة تطلع نهائية بهذا الشكل، ممكن نحن نعملها على شكل قالب كاتو أو ممكن نحن نعملها على شكل بور صغيرة، يعني حسب ست البيت شو بتحب. هلأ بالمقنة، المقنة اللي بدنا نخفق فيها، فينا نخفقها على الإيد ولكن بدها سرعة، ولازم نعرف شغلة، نحن بالمقنات لما بنشتغل لنجاح الميرنج أول بالمرتبة الأولى بياخذ النحاس، بعدين الستانلس ستيل، بعدين الزجاج. أكيد عدو المرنج هو الألمنيوم والبلاستيك، ما لازم نشتغل فيهم أبدا. هلا عندي 4 بياض بيض، المقنة لازم تكون ناشفة كتير 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 من المي حتى ما يهبط معنا بياض البيض، وبنخفقهم.
بس تشكل عندي رغوة صغيرة راح بلش ضيف كوب من السكر بشكل تدريجي حتى يذوب معي السكر بشكل سريع. هلا رح بلش ضيف السكر شوي شوي او على شكل دفعات. ناخذ سكر تقريبا كوب من السكر بهيدي الطريقه على ثلاثه او اربع دفعات اذا كوب من السكر. يعني هون عندنا اربع بياض بيض بدهم كوب من السكر حتى لنكه الميرنج مزبوط. هلا كثير مستغرب انه هذا الميرنج انه بيض ني، لا اكيد رح نطبخه بالفرن على درجه حراره 100 لمده 90 دقيقه لهو عباره عن تجفيف الماده او المي الموجوده عندنا بالبياض البيض. هلا رح ننكهه. بشو رح ننكهه؟ رح نضيف عليه شويه فانيليا وعصر حامض للتماسك والبياض، ورح نضيف عليهم شويه مثل ما قلنا الفانيليا وعصر الحامض، ورح نضيف عليهم النشا. النشا بخلي العجينه ناعمه عندي وراح تكون ملمسها كثير حلو وراح تساعد بالتماسك بالفرن. هلا ضفنا الدفعة الثانية من السكر، راح نضيف الدفعة الثالثة. واكيد مشاهدينا مقاديرنا موجودة على الهواء عم تمرق قدامكم. الاكل كثير بسيطة كثير طيبة. البراقي بيطلع عنا على شكل بسكويت، طبعا هي منفوخة هلا عنا بس ولكن من جوا قلبها فارغ لانه نشفت من المي تماما. راح نضيف عليها كريم شانتيه اللي هو الكريم الفريش المخفوق بالاضافة لشوي من الفواكه. هلا ضفنا الدفعة الرابعة، هسه ضل عندي دفعة سكر رح نضيفها بهالشكل ونتركها تخفق تقريبا شي دقيقتين حتى يذوب السكر عندي بشكل كتير منيح. طبعا الميرنج استعمالاته كتير كبيرة، فينا نحن نستعمله بالكريات، فينا نستعمله بالمطبخ المالح، فينا نزين فيه. يعني لما بنشوف نحن قطعة الكريمة على قلب الكاتو بتكون ناشفة كتير، هاي اعرفوا انه هاي الميرنج مطبوخ، او ممكن يكون ميرنج الايطالي او السويسري. طبعا الايطالي هو عبارة عن قطر غالينه على النار بنسميه نحن بالمطابخ الشيرة، قطر سميك شوي مع اربع بياض بيض، وبنصير بنسقط القطر على بياض البيض هو عم يخفق كتير منيح لحتى يستوي بياض البيض معنا، وبنبقى بنحشي فيه قوالب الكيك. هلا بعد ما خلصت كميه السكر عندي مسك معي شوي، رح ضيف عليه مثل ما قلنا الفانيل وعصره الحامض. ناخذ عصره صغيره طبعا بدون بزر. تمام، رح ضيف عليها الفانيل. طبعا فينا نحن نحط فانيليا بودرة بس الفانيليا السائلة تعطينا نكهة أطياب ولون. هلا بالنهاية رح ضيف على هاي الكمية معلقتين صغار من النشا. رح ضيف معلقة كبيرة تعادل معلقتين صغار. ونتأكد انه داب المزيج كله مع بعضه. هيك انتهينا. اذا بنلاحظ المرنج ننزل الاطراف شوي. صار عندنا مرنج بهالشكل. هيدا المرنج اللي لازم يكون معنا بهالنعومة وهي الجمالية والريحة الطيبة. هلا فينا نعمله على شكل قلب جاتو، فينا نعمله بهالشكل على شكل حجرة هيك صخرة كثير حلوة، وفينا نعمله على شكل بول صغيرة. هلا الثاني رح نعمله على شكل قالب. طبعا إذا عندنا قالب سيرك بالبيت فينا نحطه أو مقطع ستانلس بهيدا الشكل.
فينا نحن ما لازم نزور عليه كثير بالشكل اللي بدنا اياه لانه رح يفضى بالداخل. رح اعمله بهالشكل اطراف اهم شيء. بهيدا الشكل. بونجور اليوم عم تطبخنا فرنساوي. فرنساوي شو هالمريول اللي رجعنا مريول احلى واحلى احلى واحلى. اختيارك او اختيار نادين؟ اختيار نادين. وهيدا اختيار نادين. نعم. كلك اختيار نادين. صحيح. خبرني اكثر. ذوقها حلو. طبعا. وانا ذوقي حلو. شهادتنا مجروحه. بافلوفا قلت لي ها؟ بافلوفا. هلا حطينا البرنج، هلا رح نعمل الخلطه تبع بدنا نضيفها بقلبه. في عندنا انواع من الفواكه، طبعا ست البيت اختياري. هلا البافلوفا لازم تنحشى الكريمه مع الفواكه. انا رح اضيف للكريمه كمان شيء كثير طيب، رح اضيف شوكولا مع بسكويت اللوتوس. اها. لحتى يعطينا نكهه اطيب واطيب. الباتيسري الفرنسويه غنيه. طبعا. عندك وطيبه ودسمه. انت بدك تعمل لنا كريم بروليه؟ ان شاء الله بدون ما يطلع في دخان لانه هذا الكريم محروق. تماما. لا نحن بنعالجه بطريقه انا بحبها كثير. ميلفي كثير طيبه. هلا بعد ما حطيناها فينا نحن نضيف عليها الكيوي. طبعا رح احط قطعه قطعه من كل نوع. ضروري تكون غنيه بالفواكه. تمام. وفينا نضيف عليها جاص كمان بنفس الطريقه. كمان بنزين فيها على الوجه. وعندي كمان حبات من العنب وحبات من الفريز. ناخذ الفريز. وعندك البلوبري. عندي العنب الاسود. كمان فينا البلوبري. وريد بيري كمان. مع التباعد الاجتماعي شفتوا بلوبري. التباعد الاجتماعي هذا موسم عنب بكل الاحوال بلبنان. صحيح. اذا ناخذ هالانواع من الفواكه وفينا نضيف عليهم كمان الموز وبنحركهم كلهم مع بعض. هلا الشغله اللي رح نعملها هي عباره انا قصيتها من هون شوي بتيجي بعملنا فاضيه بقلبها. ناخذ الحبه وبنحشيها بهي الكريمه الطيبه مع الفواكه. تشبه شوي هي جوز هند؟ هيدي الكريمه او تشبه جوز الهند؟ تشبه جوز الهند. تمام؟ بالاساس. بهذه الطريقة. وهلا نهاية الحلقة بدي اشوفكم كيف رح زينا وكيف رح قد. نحن بالانتظار. اشتقنا كثير لاكليتك الشهية جدا لبل ولاشها. معلومة مشاهدينا ثم فاصل، نعود بعده للفقرة السياسية وهذا الأسبوع الفاصل. نعم. في السياسة الأمريكية ابقوا معنا. أحييكم مجددا مشاهدينا وشكرا لكل من ضم إلينا في ساعتنا الثانية من صباح النور. وبعده معنا أمين بن حمزة. صباح الأنوار. صباح الورد. عندك فقرة مع حكيم تجميل يمكن؟ فما فقرة متاع حكيم تجميل. أي؟ عن القبط وما تحت القبط وهالأمور هذه كله يعني. وفي خاص جدا اليوم سنتكلم عن الأفلام. صحيح. الرومانسية، أفلام الحب، إلى أي مدى تمت أو لا تمت بصلات مع الواقع. اما اخر المستجدات السياسيه اتفقنا انه هذا الاسبوع مفصلي، اسبوع حاسم الى حد نهار الخميس او الجمعه يمكن. صحيح. خصوصا في مجال السياسه الامريكيه. ما اخر المستجدات السياسيه مع الزميله وعد هاشم ضيفها ومع الخبر. شكرا توني وامين، اهلا بكم مشاهدينا من جديد. اقبال ضعيف على الاستفتاء على التعديل الدستوري في الجزائر، ورئيس السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات يقول ان نسبه المشاركه بلغت 23.7%. رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز سراج يدعو إلى إيجاد توافقات وتفاهمات جديدة لحل الأزمة في بلاده، ويحث كل الأطراف الليبية على الانخراط الإيجابي في الحوارات القادمة والعمل على توحيد مؤسسات الدولة.
السودان يستضيف مفاوضات ثلاثية جديدة حول سد النهضة على مدى أسبوع بمشاركة أثيوبيا ومصر، واتفاق بين الأطراف على مواصلة بحث الخلافات عبر فريق سداسي سيرفع تقريره غدا لوزراء المياه في الدول الثلاث. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن منافسه الديمقراطي جو بايدن يخطط لإغلاق الولايات المتحدة لسنوات بسبب فيروس كورونا في حال فوزه في الانتخابات، وجولات مستمرة للمرشحين في الولايات الحاسمة. الجيش الأذربيجاني يعلن تدمير رتل عسكري تابع للقوات الأرمينية في إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه وسط استمرار القتال بين الطرفين، وباكو تؤكد أنها لا تنوي مهاجمة الأراضي الأرمينية. الولايات المتحدة تسجل حوالي 77 ألف إصابة جديدة في الساعات 24 الماضية وسط انتقاد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي لاستراتيجية إدارة ترامب في التصدي للوباء. وفرنسا وبريطانيا تسجلان 10,000 الإصابة الجديدة بالفيروس رغم الإغلاق. عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية غدا الثلاثاء تستعد الولايات المتحدة وسط ترقب عالمي لمجريات اليوم الانتخابي الطويل. ومع أن المعركة واضحة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، إلا أن السيناريوهات المستقبلية تبدو غامضة، إذ لا يزال تقدم بايدن على المستوى الوطني على ترامب ثابت نسبيا، لكن ترامب لا يزال قريب من بايدن فيما يكفي في الولايات الحاسمة لمنحه أصوات المجمع الانتخابي البالغ عدده 270 واللازمة للفوز بولاية ثانية. فما الذي يجب البحث عنه عشية الانتخابات الأمريكية؟ نناقش الموضوع مع ضيفنا دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون من واشنطن. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. من تراه أقرب للفوز برئاسيات عشية اليوم الأخير قبل الانتخابات؟ يبدو أن هناك زخم سياسي متنامي لدى حملة بايدن الذي أصبح الآن يتحدث بخطاب رئيس الزعامة ورئيس توحيد الأمريكيين سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين أو مستقلين. أصبحت نبرته تعكس مزيد من الثقة ومزيد من التركيز على قضايا المرحلة. في المقابل لا يزال ترامب يتجاهل المضاعفات الصحية لجائحة كورونا، لا يشجع على الاحتراز ولا على لبس الكمامة، إلى حد أن الآن أصبحنا أمام مشهد مثير، من يرتدي الكمامة كأنه يحمل هوية ديمقراطية ومن لا يفعل يحمل هوية جمهورية. هناك استطلاعات الرأي تؤكد على الأقل في الولايات المتأرجحة مثل تكساس وفلوريدا وويسكونسن و بنسلفانيا، هناك تقدم لبايدن ما بين 6 نقاط إلى 11 نقطة أمام ترامب. الخطاب السياسي أيضا لدى بايدن يتعزز بأن هناك نسبة إقبال قياسية أكثر من 92 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم حتى الآن عن طريق البريد أو بالحضور إلى مراكز الاقتراع. هذه كتلة تزيد عن نصف الكتلة المرتقبة أن تشملها عملية الاقتراع بين الاقتراع المبكر والاقتراع يوم الثلاثاء. فيبدو الآن أنها مرحلة الزخم الديمقراطي أكثر منه جمهوري، وإن كان أنصار ترامب يعتقدون أن الميراج الأحمر لا يزال وأن موازين القوة ستتغير يوم الثلاثاء، لكن من المستبعد أن يستطيع ترامب في الأيام العشرة الأخيرة في حملاته الانتخابية أن يغير المزاج العام وأن يصلح مجموعة من الخطايا وفي مقدمتها كيفية التعامل مع كورونا أولا وأخيرا. ما هي ساحات المعركة الرئيسية لحسم التصويت ولحسم النتيجة برأيك؟ للأسف لا أسمع. ما هي الولايات التي ستحسم التصويت؟ يعني عام 2016 وصل ترامب إلى البيت الأبيض عبر كسبه ولايتي بنسلفانيا وميشيغان. هذه الانتخابات أي ساحات ستكون المعركة الرئيسية لحسم التصويت؟
هذا يظهر من تركيز المرشحين بايدن وترامب خلال الأسبوعين الماضيين بشكل خاص على ما يعتبر بالسوينغ ستيتس أو الولايات المترجحة. أهم هذه الولايات هي فلوريدا. مجموع المندوبين الممتازين أو السوبر ديليجيتس هو 29. أيضا تكساس وهي كانت دائما جمهورية لكن هناك الآن ترجيح لأن تنقلب إلى تأييد الحزب الديمقراطي. عدد المندوبين لديها مهم 38. هناك ولاية بنسلفانيا، هناك ويسكونسن ما بين 10، بنسلفانيا 20. هذه إذن هناك كتلة الآن في حدود أكثر من 100 صوت من أصوات المندوبين مرشحة أن تكون لصالح بايدن وليس لصالح ترامب. أيضا ترامب لم يغير استراتيجيته، أراه وكأنه ظل عالقا من الناحية النفسية ومن الناحية الاستراتيجية في حملة الانتخابات عام 2016. لم يعبر مسافة 4 سنوات ويجدد خطابه ويجدد البريق الذي يبحث عنه الناخبون، بمعنى هناك زخم سياسي ينبغي أن يظهره المرشحون أيا كانوا كل مرة. للأسف أرى أن هناك نوع من التكرار ونوع من الماضوية الاستراتيجية في منطلقات ترامب، لكن هناك نوع من الوتيرة المتزايدة ونوع من الثقة الأكثر الآن في صوت بايدن، وأيضا في توزيع من هم يعتبرون بالسرغتس أو المؤيدين المناصرين مثل الرئيس أوباما وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الذين يدعمون بايدن ويتوزعون بين عدد من هذه الولايات. هو يركز على الإنجازات في الاقتصاد، وكان هذا موضوع آخر تغريدة له على صفحته الخاصة على تويتر. ما رأيك بهذه النقطة؟ ورقة الاقتصاد كان من الممكن أن تفيد ترامب إلى حد كبير لو ظلت الأمور كما كانت. بمعنى آخر، هذه الورقة الاقتصادية عصفت بها جائحة كورونا منذ فبراير. لماذا؟ لأن معدل البطالة وقتها قبل 10 أشهر من الآن كانت في حدود 4.5 أو يعني في المئة، ارتفعت في أبريل وماي إلى قرابة 15%، الآن نزلت نسبيا إلى حدود 9%. في نفس الوقت نلاحظ أن هناك بعض الأرقام المرعبة انتخابيا على الأقل، ارتفاع عدد الأمريكيين المطالبين بالمساعدات الاجتماعية الفيدرالية إلى 80 مليون شخص، أيضا ارتفاع رقم 50 مليون من الأمريكيين الذين لا يتمتعون بالتغطية الصحية ونحن في حقبة كورونا. إذن الورقة الاقتصادية نفعته إلى حد ما، كان دائما يفاخر الأمريكيين بأنه ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وارتفعت بالتالي المؤشرات خاصة مؤشر داو جونز إلى أكثر من 29,500 نقطة قبل 4 أشهر، لكن تراجعت هذه الورقة الاقتصادية من حيث الأهمية، وتبين أن من انتفع منها هم نسبة 1%، بمعنى الأثرياء المضاربين في البورصة الشركات الكبرى، وليس هناك عائد حقيقي على مستوى الأفراد العاديين. ومن كان يتحدث عنهم ترامب في خطاب التنصيب قبل 4 سنوات بالفورغوتن مان أو الأمريكيين المنسيين، الآن يسألون أنفسهم أين هل نحن أفضل حال، وأعتقد هنا أصبح بايدن يعني يركز على هذه النقطة. أن تلك الوعود الاقتصادية والرخاء المنشود الذي لوح به ترامب قبل 4 سنوات لم يتحقق منه حتى نسبة قليلة. دكتور محمد شنقاوي، قبل المتابعة نذهب معك إلى تقرير عن ولاية ميشيغان لزميلة جويس الحاج خوري ونعود. ضلينا مدة طويلة بدنا نقول الانتخابات الرئاسية فنجان شاي وصحيفة وأحاديث لا تنتهي في السياسة الأمريكية والانتخابات. من عمق البقاع اللبناني ومن جنوبه جاءوا، وتهيأت لهم أسباب المشاركة في الاقتراع. يجتمع بلال وحسن وعماد وعلي يبحثون أهمية الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتأثيرها على واقع حياتهم وخياراتهم في أمريكا.
هم جزء من جالية عربية هنا في ميشيغان، الولاية التي لعبت دورا أساسيا في إيصال دونالد ترامب قبل 4 سنوات إلى البيت الأبيض، وقد تلعب الدور نفسه اليوم في الاتجاه المعاكس. أنا برأيي أنه في جزء كبير من الجالية رح يصوتوا لترامب. تتعدد الآراء هنا، وينقسم الأمريكيون اللبنانيون في توجهاتهم السياسية. تحكمهم عوامل عدة، ومنها مصالحهم المباشرة كمواطنين في أمريكا، ومنها ما يتعلق بمصالح بلدانهم أيضا. بأنه نحن كعرب أمريكيين بحاجة أنه نكون ممثلين في الإدارة الأمريكية. ليش ما عندنا قضاة فيدراليين؟ تالت شغلة طلبنا فيها هي معالجة لوائح الإرهاب. يشكل اللبنانيون جزءا من فسيفساء عربية، ويتخطى عدد العرب بشكل عام هنا 500,000، 30,000 منهم تقريبا يصوتون باتجاهات مختلفة. بصورة عامة العراقيين المسيحيين الكلدان أو الآشوريين 80% أو أكثر يميلون إلى التوجه الجمهوري. وكما ينقسمون في الشرق الأوسط كذلك يفعلون هنا، ينتشرون يمنة ويسرة، تملأ محلاتهم أرصفة وشوارع ديربورن لتعلن المنطقة عاصمة للعرب في ميشيغان. نجح العرب في الدورة الماضية بتغيير نتائج التصويت لمصلحة دونالد ترامب، لكن أصواتهم تشتتت، وتشتتت معها قدرتهم على الدفع بأحد المرشحين إلى كرسي البيت الأبيض. ومع ذلك لا يجرؤ مرشح الرئاسة تجاهل أصوات قد تحدث الفارقة في لحظة حاسمة. جيسر حشخوري، العربي، ديربورن، ولاية ميشيغان. نعود إليك دكتور محمد شرقاوي، برأيك هل يمكن أن نشهد تدخل المحكمة العليا لتقرير الفائز في الانتخابات كما حصل في عام 2000، وبالتالي يعني من شبه المستحيل التنبؤ بموعد تسمية الرئيس المقبل؟ هذا ما يتمناه معسكر ترامب، بأن يكثر اللغط وتكثر السجالات حول النتيجة، وسوف يلوح مرة أخرى بأن هناك تلاعب في صناديق الاقتراع، وأن هناك بعض التصويت الذي تم عن طريق البريد فيه مشاكل وما إلى ذلك، بمعنى يحاول أن يفتعل أن المسار الانتخابي ليس سليما، وبالتالي سوف يرفض الإقرار بالهزيمة ويرمي الملف بكامله إلى فريق المحامين. وهذه هي طبيعة ترامب منذ 30 عاما، يدخل في إشكالات سواء في المضاربات العقارية أو في مشاكل أخرى، ويحول المسألة إلى السجال داخل المحكمة. وهو سيستند بذلك على الخطأ الذي حصل بإرسال 50,000 بطاقة خطأ بالبريد في ولاية أوهايو. لا ينبغي أن نعتد بما يقوله ترامب، بل بما يثبته الادعاء العام، وأيضا أمناء الولايات المسؤولون مباشرة على عملية الاقتراع، سواء كان مبكرا عن طريق البريد أو الاقتراع المباشر يوم الثلاثاء. لذلك لا ينبغي أن نعول على كل ما يلوح به ترامب في هذه المرحلة، هي مناورة مفتوحة منذ أشهر بأنهم إذا لم يفوز يوم الثلاثاء فإن هذا يعني حسب رأيه تلاعب لا يمكن السكوت عنه، وبالتالي يريد أن يقلب الموازين بأن يحول المسألة من مسار دستوري وفق ما نهجته الولايات المتحدة منذ أكثر من 250 عاما إلى عملية قانونية، إلى صفقة بين الادعاء والدفاع داخل المحكمة العليا، وهو أيضا يعول الآن على الاستثمار المسبق، وهو تزكية وترشيح القاضية إيمي بارت، لعل وعسى أن يكون الميزان لصالح المحافظين، 6 قضاة مقابل 3 للليبراليين، 3 قضاة فقط. فأعتقد هناك أمل لدى البيت الأبيض بأن نعيد المشهد الذي كان بين بوش الابن والجور عام 2000، لكن أعتقد أن المعسكر الديمقراطي وعدد كبير من أعضاء الجمهوريين يرفضون إعادة أو تكرار هذا السيناريو. لذلك أعتقد أنه سنظل على الأقل أسبوعين ونحن أمام هذه المشاكسة بين حملتي ترامب وحملة بايدن، إلى أن نرى هل
هناك ضغوط من جهات أخرى ستقنعه بأن لا يقحم الحزب الجمهوري في مزيد من المتاهة السياسية في هذه المرحلة. تابعنا في التقرير منذ قليل توجه عند بعض الناخبين العرب للتصويت لدونالد ترامب. بالنسبة للدول العربية، من الأكثر حماسا لبقاء ترامب في البيت الأبيض؟ لا شك أن أغلب دول الخليج تعول على أنه يظل الرئيس للمرة الثانية، ولاحظنا أن هناك استثمار طويل الأمد بدأ مع السعوديين والإماراتيين سواء على مستوى صفقات الأسلحة خلال 2018-2019. لاحظنا أنهم سايروا إلى حد كبير في عقد اجتماع المنامة لبيع ما سمي بصفقة القرو والترويج لها، أيضا في مسلسل اتفاقات أبراهام وجر أرجل عدد من العواصم العربية كالبحرين والسودان، وأيضا الضغوط المتوالية الآن على دول أخرى بهذا الاتجاه. لكن أعتقد أن هناك أيضا بعض العواصم العربية التي لا ترى أنه سوف يستمر، فهناك نوع من القراءة الواقعية لأنه كسر ميزان العلاقات الدولية، وأنه أيضا كما لاحظنا من خلال التحلل من الاتفاق النووي مع إيران وأيضا مواقفه مع مجموعة من القضايا، أزمة السورية، الأزمة الليبية، الأزمة اليمنية، على الرغم من تورط الإماراتيين والسعوديين في مأساة إنسانية، كل هذه المواقف تجعل غير المتحمسين لرئاسة ترامب مرة أخرى يترقبون أنه سيهزم نفسه بنفسه بسبب هذه الأخطاء الاستراتيجية، لأن ملف الشرق الأوسط خصوصا والسياسة الخارجية بشكل عام ليس له وزن حقيقي الآن، ربما يأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة ضمن قائمة الاهتمامات والقضايا التي ينشغل بها الناخب الأمريكي، وفي مقدماتها طبعا الإعفاءات الضريبية، حزمة التحفيزات المالية للاقتصاد، الدخل، المستوى المعيشي وما إلى ذلك. هذه الأمور الداخلية هي ما يحدد اختيار الناخبين. بالنسبة للعرب الأمريكيين وفيما يتعلق بتقريركم، يمكن القول أن المسألة ليست موزعة بين تأييد ترامب وتأييد بايدن، بل هي أغلبية الآن تمشي مع بايدن. لماذا؟ لأنه قبل شهرين أعلن ما سماه خطة المشاركة Plan of Partnership مع العرب الأمريكيين، وهذه سابقة في تاريخ الانتخابات الأمريكية، لم يكن هناك مرشح ينفتح بهذا المستوى على العرب الأمريكيين. وأعتقد أن الأقلية الآن أصحاب الشركات أصحاب الاستثمارات قد ينتفعون من ما يفعله ترامب، لكن الأغلبية الساحقة من العرب الأمريكيين البسطاء هم مع كغيرهم من الأقليات، هم مع فكرة التغيير، فكرة الإصلاح، وهذا الإصلاح الآن هو في خطة بايدن وليس في خطة ترامب. شكرا جزيلا لك أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن، حدثنا من واشنطن دكتور محمد شرقاوي، شكرا جزيلا. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام فقراتنا الإخبارية اليوم، ملتقانا يتجدد غدا، أما الآن فعودة إلى الزملاء لمتابعة باقي فقراتنا. شكرا وعد، وسواء بايدن أو ترامب نتمنى أن يكون للرئيس الجديد تداعيات إيجابية على الشرق الأوسط. إن شاء الله هذا اللي نتمناه بطبيعة. وأكثر الدول اللي تأثرت بالسياسة الأمريكية هي العراق. أكيد. تقريرنا التالي من العراق، حرق الخيم، هل تحاول من خلاله السلطات العراقية محو آثار الحراك الشعبي في أنا العربي؟ ونطالب قيادة عمليات سومر وقيادة شرطة إيقاف بتوفير الحماية اللازمة لساحة الاحتصام.
هذا ما يحدث في العراق. إلى الرياضة، لنتنفس رياضة، لنتنفس رياضة وتمارين رياضية جديدة اليوم مع المدربة الرياضية ماري جل. صباح النور ماري. صباح النور. Peaceful soul. احنا هيك بدنا. الحمد لله. أرواح مسالمة. دائما لازم نكون مسالمين أكيد. إذا الرياضة بتعطيكي هيك سلام داخلي. كتير. يعني أكتر من ما بقدر أوصف صراحة. يعني هي أهم شيء عندي بالحياة. أحلى نقلة تكون من السياسة للرياضة. أحلى نقلة. شو عنا اليوم؟ اليوم رح نكون عم نستعمل البالانس بول، كرة اللياقة يلي هي معروفة أكتر شيء بالفتنس بول أو بالبالانس بول. رح نعمل هيك عليها شوي تمارين فيها نتفي التحدي مثل ما بيقولوا، بس أكيد أنا مأكدة كل حدا بيقدر يعملها على يعني هو قد ما بيقدر يعملها. هنبلش أول شيء هالطابل الكبيرة، رح نحمل إيدين فيها والكتاف، بما أنه معظم الوقت إيدينا رح يكونوا على الأرض سين عم تسند الجسم، فبالتالي نحن ما ننحمي هول الكتاف ليتحملوا هيدا الضغط. قلتي لنا بتساعد على التوازن هاي الكرة؟ نعم. هيدي الكرة كلها عن التوازن. نوسع شوي الإجرين. لازم نقتني هالكرة ببيوتنا. متعددة الميزات. من هون نحطها بهالطريقة، حقعد عليها، قرب شوي لقدام بجسمي، بلقى ورا، بتأكد انه انا ارتاحة. من هون ببرم على الجنب، بلش من هون شغل جزء الجسم مع المعدة والخواصر. ممكن الواحد يقع عن الكرة أو ممكن يعني فيها خطورة. هلأ حتى لو حدا وقع عنه يعني ماكسيموم الوقعة رح تكون الإجر رح تنزل عن الأرض أو نزحت شوي منرجع منتهدى مستوى واطن. بس أكيد دايماً الأفضل إنه ننتبه. هلأ من هون رح انتقل بهذه الطريقة على الطابة. هلأ يجولي أنا بالجيم بطلع عليها وبكب حالي. بس هون لنعلم المشاهدين على طريقة أكيد سيف أكتر بهذا الأسلوب، بحط إجري فوق بلاقي التوازن طبعي اوكي، ومن هون بقدر بلش بالتمارين. عندي اول وحده بكون عم بعمل الترانشز. هذه حركه معده كمان صح؟ نعم. اكيد هذه بعد البافلوفا تبع شيف راسل ما بيمشي حالها. من هون كمان بقدر نزل اجر بدي. مثل ما ملاحظين فيها كتير تحدي، لازم شخص يكون مركز عليها. بتساعد الخصر كمان ماري؟ بتساعد كل الجسم، الخصر، الجزع، الإيدين، إجرين. من هون بعلي لبايك. طبعا نتذكر نتنفس. نعم. من ريح نحن ما يكون ما عملنا هدول الثلاث تمارين اللي هن عن جد كثير صعبين، لانه مثل ما ملاحظين القوه كلها على الايد، وانا بدي اجرب اعمل هيدا البالانس. من هون نرجع بننام عليها، بنزل قد ما في جسمي لتحت، ومن هون بدي استعمل الهيبس واطلع. لما اطلع بدي اتاكد انه انا عم شد عضلات الجلوتس مزبوط كرمال يكونوا عم يشتغلوا معنا.
أي منطقة أكثر شيء بتكون عم تشتغل هون؟ هون أكيد الهيب أريا وأكيد البطن. نعم. من هون بقدر انتقل. على الأرض. بهذه الطريقة بحكة بين إجرية بنام. بعمل leg raises. هذا أحلى تمرين. طبعا. هذا لأسفل المعدة صح؟ صح. وإذا بدي زيد عليها شوية تحدي. والتحدي هيك بيخلق اكسايتمنت او حماس اكثر يعني صح. كل ما تغير الحركه صحيح. كل ما يكون في حتى اذا عندك حدا بتتمرن معه بالبيت او بالجيم بتصيروا تعطوها لبعضكم حتى حلو رح نخليكي عم تستمتع بهالحركه ماري يلا بدنا نشكرك المدربه الرياضيه ماري جلخ شكرا لك افكارك الخلاقه دائما فاصل اخير نعود بعده للقبط انا مبسوط بالقبط اليوم فقرة عن القبط وعن أفلام الرومانسية هذا اللي بش نكتشفوه بعد هذا الفاصل وعدنا إليكم من جديد مشاهدينا والقسم الأخير من صباح النور قلنا أنه باش نتحدث عن جراحة الإيفت وتحديدا مشاكل التعرق اللي يشكل طبعا التعرق الكثيف عامل إحراج كبير للمصابين به ما هي أسبابه وهل يمكن اعتباره دلالة مرضية الجواب سيكون مع ضيفتنا الاختصاصية في الأمراض الجلدية والتجميل الدكتور تالا جريجل التي تنضم إلينا مباشرة من عمان دكتور تالا صباح النور صباح النور اهلا يعيشك دكتور هذا السؤال دائما نطرحوه ودائما نحاول نلقاو عليه اجابه التعرق هل يمكن اعتبار التعرق الكثيف اشاره مرضيه وما هو التعرق بالاساس صباح الخير وشكرا لاستضافتكم التعرق هو عباره عن عمليه طبيعيه فسيولوجيه تحدث داخل الجسم الهدف منها تنظيم درجه حراره الجسم والتخلص من الفضلات والسموم وعاده العرق يحتوي على 99% من الماء اما ال1% الثانيه فتحتوي على السموم والفضلات عاده التعرق المفرط او الكثيف اكيد قد يدل على وجود مرض معين داخل الجسم طيب دكتور إذا نحب نعرف فرط التعرق هناك دراسات أو تقارير تقول أن هناك نوعان هناك التعرق الأولي والثانوي ما الفرق بينهما وأيهما المرضي بيناتهم تمام أولا يقسم التعرق المفرط أو الكثيف إلى الأولي زي ما تفضلت والثانوي التعرق المفرط الأولي عادة هو النوع الأكثر شيوعا هذا النوع 80% منه بيكون العامل الوراثي فيه له علاقة في الموضوع وعادة لا يدل على وجود مرض فهو ما له سبب ولا يعكس وجود أي مرض داخل الجسم عادة يحدث بنسبة متساوية بين الذكور والإناث وبيحدث في مناطق محددة بالجسم مثل منطقة الإبط أو باطن اليدين والقدمين صحيح. أما التعرق الثانوي فهو عادة يدل على وجود إشارة لمرض معين داخل الجسم التعرق الثانوي ما هي الأمراض اللي يمكن أنه يشير لها يعني إذا كان هالتعرق هذايا أنه هل هو أنه كل منطقة يكون فيها تعرق تشير إلى مرض معين أم التعرق بصفة عامة في أي مكان من الجسم هناك تحذير على وجود مرض معين عند الإنسان تمام عادة التعرق المفرط اللي بيثير الشك والقلق هو التعرق الثانوي اللي بيعكس وجود مرض معين داخل الجسم عادة هذا التعرق ممكن انه يصير اثناء ساعات النوم وبيكون منتشر في اغلب مناطق الجسم ما بيكون محدد في مناطق معينة طبعا استشارة الطبيب ضرورية كتير عشان يتأكد من وجود مرض او لا وهي الامراض اهمها امراض الجهاز العصبي وامراض الغدد الصماء عند وجود اضطراب في هرمونات معينة داخل الجسم اهمها مشاكل الغدة الدرقية عند حدوث فرط في إفراز هاي الغدة بالإضافة إلى وجود أورام معينة داخل الجسم ممكن صاحبها فرط تعرق ووجود التهابات معينة داخل الجسم أيضا عند مرضى السكري خاصة لما يصير عندهم هبوط حاد في السكر ممكن يصاحبه فرط في التعرق وأمراض البدانة المفرطة وغيرها
يعني هذه هي كل الأمراض اللي تشير إلى تعرق، ولكن هل هناك أيضا عوامل نفسية تساهم في التعرق وتحوله إلى تعرق المفرط؟ عفوا، يعني إذا نتحدثوا عن الخوف أو القلق، أو يمكن إنسان يكون نوعا ما في حالة نفسية نوعا ما فيها خجل كبير، هل هذا يحول التعرق العادي إلى تعرق مفرط؟ أكيد طبعا. التعرق الطبيعي والعادي عادة يزداد في حالات الاضطراب النفسي والقلق والتوتر، وأيضا التعرق يعني المفرط أيضا يزيد في هذه الحالات، فالعلاقة طردية بينهما، ودائما بيزيد التعرق في هذه الحالات. طيب، ما هي حساسية الإبط وما هي أعراضها دكتور؟ تمام. حساسية الإبط هي عبارة عن مرض جلدي يظهر على أشكال متعددة، لابد من استشارة الطبيب عشان نقدر نميز بين هاي الأشكال المختلفة. عادة بيكون نتيجة تعرض الجلد لعوامل خارجية من برا الجسم تؤدي إلى تهيج الجلد وظهور هذا التحسس. حاب أني أحكي عن أهم 4 أسباب لحساسية الإبط. أولا، الرطوبة الزائدة في الجلد اللي بتحدث نتيجة عدم الاهتمام بنظافة البشرة قد تؤدي إلى نمو أنواع من الفطريات أو البكتيريا في هاي المنطقة، وظهور طفح جلدي قد يكون لونه أحمر وعليه قشور يصاحب حكة في حالة نمو الفطريات، أو في حالة البكتيريا يكون على شكل بثور متقيحة ومؤلمة. ثاني سبب، استعمال شفرة الحلاقة بطريقة خاطئة قد تؤدي إلى حدوث التهاب في بصيلات الشعر في هذه المنطقة، تظهر على شكل حبوب متقيحة ومؤلمة في بعض الأحيان. وثالثا، الإكزيما التلامسية التي تحدث نتيجة استعمال المزيلات العرق والكريمات والمرطبات التي تحتوي على عطور وزيوت ومواد كيماوية بنسب غير مدروسة قد تؤدي إلى تهيج الجلد وحدوث الإكزيما التلامسية. وأخيرا الإكزيما التحسسية التي قد تظهر نتيجة استعمال الملابس القطنية والنايلون تؤدي إلى تهيج الجلد. بالنسبة لعلاج بالضبط، وهذا هوني سؤال، هو العلاج، ما هو العلاج في حال تكون عندنا حساسية الإبط؟ هلا اولا لابد من استشاره الطبيب المختص، لان انواع الحساسيه الابط قد تتشابه كثير في اشكالها وباختلاف مسبباتها. فلابد من استشاره الطبيب لتشخيص الحاله واعطاء العلاج المناسب بناء على ذلك. اولا، لابد من تجنب المسبب لهذه الحساسيه ان وجد. وثانيا، في حالات الاكزيما بنستعمل كريمات موضعيه تحتوي على الكورتيزون، في حالات الالتهاب الفطري بنستعمل كريمات تحتوي على مضادات للفطريات، وفي حاله النمو البكتيري بنستعمل كريمات تحتوي على مضادات حيوية. في بعض الحالات إن استدعى الأمر قد نحتاج إلى استعمال حبوب عن طريق الفم تحتوي على الكورتيزون أو مضادات حيوية أو مضادات للفطريات. طيب دكتور، مع الأسف انتهى وقتنا، ولكن هناك معلومات مهمة جدا يجب أنه نشيروا لها. حكينا عن التعرق وقديش يشكل إحراج عند الناس، كيف يمكن علاجه؟ هناك بعض الناس اللي تنصح مثلا بحقن البوتوكس اللي قد يقولوا أنه نافع إلى أنه تخفف من التعرق، هناك من يقدم وصفات طبية، وهناك أيضا حاجات أنه تقليدية معينة يستعملوها الناس، بالإضافة أيضا إلى أشخاص أخرين يستعملوا سيليكون معين يحطوه تحت الإبط ليخفف من التعرق. هل كل هذه العوامل تساعد؟ وهل هناك من عوامل أخرى كأكل أو كنمط حياة معين قد يخفف من التعرق؟ تمام. أولا، لابد من أخذ السيرة المرضية كاملة من المريض لنتأكد من عدم وجود أي خلل عضوي داخل الجسم يسبب هذه المشكلة. وأنا دائما بنصح باستعمال المواد الطبية أكثر من أي مواد تانية، أهمها استعمال كريمات معينة موضعية يعني لتخفيف من إفراز غدد العرقية. والبوتوكس هو علاج آمن وفعال ومعتمد عالميا، وما في منه أي خوف ولا يدعو لأي نوع من أنواع القلق. الفكرة فيه أنه يجب أنه إحنا نعيد تكراره كل فترة وفترة، تقريبا معدل 6 شهور بيروح مفعوله ونرجع بنعيد الحقن. بالإضافة لحالات معينة ممكن نلجأ للجراحة أحيانا. جميل، شكرا لك دكتور على كل هذه المعلومات، خاصة موضوع البوتوكس، لأنه كان بين أخذ ورد عند عدد كبير من الناس، هل هو نافع أم هو مضر؟ أعطيتنا الإجابة. شكرا لك الاختصاصية في الأمراض الجلدية والتجميل دكتور تالا جلاجل، شكرا لك. عفوا، شكرا على الاستضافة. شكرا لكم. شكرا لك دكتور. وإلى نجيب بالهادي مشاهدينا، ونتابع هذا التقرير.
رافعا علم البلاد مترجلا نحو البحر. إنه السباح التونسي الحر نجيب بالهادي الذي لم يثنه كبر سنه عن خوض غمار تجربة جديدة بمعنويات مرتفعة. استعد بالهادي للسباحة حول كامل جزيرة جربة لتحطيم الرقم الذي وصل إليه منذ سنتين. يعني داخل داري حومتي أنا نحس بروحي في 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 الماء حاجة مني أنا نتواصل مع الماء. أنا فرحان سعيد كاني ولد صغير عمره 6 سنين باش يمشي البحر. الإحساس هذا عانقني منذ الصغر. من الجسر الفاصل بين مدينتي جربة وجرجيس انطلق الماراثون، سباحة متواصلة على مدى يومين. انتهت في ميناء أجيم بعد جولة بحرية حول الجزيرة قطعها في 47 ساعة و50 دقيقة ليحقق رقما قياسيا جديدا في أطول مداومة في البحار وفق وصفه. وحاليا تونس عندها نحوصلو عندها أطول مداومة في البحار، وزاد كيف كيف اليوم في جربة لؤلؤة السلام عندها أطول مسافة في البحار بأقصر وقت. والرقم هذا أنا نتوقع باحتكاكي مع أبطال العالم ومعرفتي بالأرقام القياسية باش يقعد سنوات وسنوات ما يتحطمش. يسعى بالهادي بعد الوصول إلى هذا الرقم للسباحة في المحيطات السبعة كهدف آخر يعمل على تحقيقه في قادم الأيام. بعد قطع نحو مسافة 155 كيلومترا سباحة حول جزيرة جربة يصل نجيب الهادي إلى نقطة النهاية ليحطم بذلك الرقم الذي تحصل عليه سنة 2018. أميرة مهدب العربي من جزيرة جربة بالجنوب الشرقي التونسي. نشكر زميلة أميرة المهذبي على تقاريرها الجميلة دائما. ونصل إلى فقرتنا الأخيرة من صباح النور. أفلام ومسلسلات وأعمال فنية على مر السنين قامت بتنميط قصص الحب في قالب أقرب للخيال منه إلى الواقع، وغالبا ما تزامنت كلمة النهاية مع ارتباط الأبطال بينما هي البداية على أرض الواقع. فكيف يؤثر الحب في الدراما علينا، وهل يعكس حقيقة العلاقات؟ أسئلة رومانسية نطرحها اليوم على ضيفتنا المعالجة النفسية رانيا سليمان التي تنضم إلينا عبر سكايب. صباح النور رانيا. صباح النور. يا هلا فيك. في أحلى من الحديث عن الحب؟ لا لا لا، وخاصة عند الصباح يبدأ النهار كله بالحب. هو اللي بيعطي معاني لحياتنا. رانيا، قبل ما أدخل للدراما الشرقية، هيك مرور سريع على الدراما الغربية. كلنا منشاهد أفلام هوليوود ومنشاهد مسلسلات طبعا على نتفليكس. هذه الدراما الغربية إسقاطها على واقعنا الشرقي، هل يمكن أن يؤثر على علاقاتنا؟ طبعا، لأن مكونات الثقافة تختلف من ثقافة إلى أخرى، وبالنتيجة هيدا الشيء بيعطينا معطيات بالنهاية مختلفة تماما عن توقعاتنا، لأنه حقيقة المعاش على أرض الواقع عند الأفراد تختلف عن الصورة يلي بتكون بخيال الكاتب وبخيال صانع الدراما وبكيفية إرادته لإخراج الدراما. فالإخراج بيلعب الدور النهائي والأشمل والأعم يلي بيخلينا نروح معه نحن وبكامل كليتنا نحو هذه المشاعر الرومانسية وهذه المشاعر يلي لا ليست بالضرورة تطابق أرض الواقع الشرقية عن الغربية. طبعا الحب هو حب ومكون أساسي بالعاطفة نحو الآخر ونحو الذات، ولكن كيف نخرجه بأعمال الدراما هو هيدا اللي بيختلف من ثقافة إلى ثقافة. نعم. بالنسبة لثقافتنا رانيا، الثقافة الشرقية، أخبرينا عن الصورة التي عالجت وتعالج بها الدراما الشرقية قصص الحب والزواج. شوف، الدراما الشرقية دايما بتعالج قصص الحب والزواج بأنها القصص التي تخالف العادات والتقاليد، أو بالمنحى الآخر تكون مبنية على العادات والتقاليد. هذا الحب الذي يجب أن يبارك من قبل المجتمع، من قبل العائلة، لينتهي به المطاف إلى الزواج وتأسيس الأسرة وتكوين تلك المشاعر الإيجابية والمشاعر التي فيها ونس وألفة بين الزوجين. أما
من زاوية أخرى قد لا تكون أبداً إلا وضعية تحدي لأنها غير مقبولة من قبل الأسرة وبدها تخالف العادات والتقاليد، بيكونوا عم بيفكروا كيف بدهم ينفوا أي شيء ممكن يعرقل مسيرة تطوير علاقتهم إلى زواج، فبيهربوا منها الوسط كله بأسسوا أسرة، وبيكون هذا الشكل كمان بزاوية معينة مبالغ فيه ويأخذنا إلى تكوين نوع خاص من الدراما. للأسف بالوضع الحالي نميل أكثر إلى الدراما التي دائما تنتهي بالنهايات السعيدة، دائما بدنا نربط الحب بالنهاية السعيدة، يعني هي صورة كمالية بعض الشيء، صورة مثالية. طبعا هي صورة أكيد أكيد هي صورة مثالية، وهي مربوطة بزاوية معينة للخيال الجامح، مربوطة بمشاعر طفولية، كيف نرى العلاقة بين الأب والأم، وكيف نرى العلاقة مع الشريك، وكيف نتخيلها حتى بداية تتكون بثقافتنا من كيف نتعامل مع الألعاب عند الأطفال، لأنه نجد أنه دايما اللعبة بدها تكون لعبة عروس ولعبة عريس، وكيف بدنا نلبسها فستان العرس، وكيف منربي الطفل منذ نعومة أظافرها على أن لا شيء أجمل من أن تجد النصف الآخر كما نسميه النصف الآخر، يعني وهو ليس بالحقيقة نصف آخر. هذه الصورة المثالية للحب التي نراها عبر المسلسلات والأفلام رانيا قد تجعلنا نصطدم بالصورة الحقيقية عندما نصل إلى أمر الواقع. طبعا، لأنه في فرق كتير كبير بين فعلا معاشتنا على الأرض، المعاش من حيث الخبرات ومن حيث تحديات الحياة ومن حيث المشاكل بهالحياة، ومن حيث حتى اللذة بالتعاطي مع إيجاد حلول لهالمشاكل، نفقدها لأنه نحن بنكون حاطين صورة مسبقة عن الشريك وصورة مسبقة عن المشاعر التي يجب أن تكون ضمن مكونات هذه العلاقة. نجد الأمر الواقع مؤلم غير مريح، وهون منتخطى الموضوع لنصل إلى خلافات كبيرة قد تصل بالكابل، يعني بالثنائي، إلى وضعية الطلاق، لأنه بيقولوا بشكل واضح وصريح لم أجد فيها أو لم أجد فيه ما كنت أحلم به بمكونات هذه العلاقة. ولكن في المقابل أيضا هناك أفلام ومسلسلات دراما رانيا بعيدة بعض الشيء عن الرومانسية، لبل تعقد الحب، يعني في ميل خصوصا بالشرق الأوسط حتى نخلق عقدا للمسلسلات من خلال خلق انفصالات، خيانات، قصص حب فاشلة بعض الشيء، الكثير من التورط بجرائم مع الحب، يعني بيصير الحب معقد بعض الشيء ويمكن أن يؤثر على صورتنا للحب. إلى أي مدى هذه الأفلام قد تخيفنا من بناء علاقات وتحول الحب إلى أشبه بكابوس؟ طبعا بجزء معين منا عشان هيك بنجد بالدراما انه بنهاية الفيلم او ببداية الفيلم او باي عمل درامي بنقول يستند على قصة واقعية، استناده على القصة الواقعية يعطيه شيء من المعاش الحقيقي، يعني بيلامس كياننا وبيلامس وجودنا. وبزاوية معينة تانية نجد انه المبالغة والتفريط والافراط بوضع مشاعر سلبية وبوضع مشاعر فيها شيء من المنحى الجرمي والمنحى اللي هو فيه مغالاة وفيه مبالغة، بيخلي الناس فعلا تروح لتحس بأنه العلاقات البشرية ليست بتلك العلاقات اللي هي بسيطة بنقدر نحب فيها، بالضبط يفقدها جمالها، يفقدها جمالها ومعناها، يعني المحتوى بصير محتوى معقد. أكيد العلاقات البشرية فيها شيء من التعقيد، ولكن مش لهالدرجة، لأنه عن جد بتأثر على أذهان من يشاهدها، وخاصة إذا كان يعاني بأمر الواقع من بذور ومشاكل نشأت عنده منذ الصغر وتطورت بالكبر، فبتجي هيدا الدراما وبتقضي كليا على كافة مناحي بريق الأمل. نعم، بتخفف إيماننا بالحب. رانيا، هل صحيح أن المرأة بين الزوجين هي الأكثر تأثرا بالدراما؟ لا، ما في حتى تكون عم بستند على معلومات علمية، لا ليس بالضرورة أبدا. شوف، المرأة والرجل اثنين هني ضحايا هيدا النوع من الأعمال، لأنه يضع على عاتق الرجال دائما توقعات
عالية جدا من الوسامة ومن المال ومن القدرة على السيطرة لدرجة تفقده إنسانيته، وهيدا الشيء منوط بأحكام مجتمعية. ونفس الشيء بالنسبة للمرأة، تلك الأنثى، تلك الجميلة، تلك المحبوبة، بنفس الوقت يفقدها شيء من خصوصيتها ويجعلها وكأنها سلعة فقط وجدت لإرضاء الرجل. وهيدا اثنين هن ضحايا فيه، مش بالضرورة أبدا أنه بس هي تفقد الرومانسية إذا ما أعطاها إياها. الرومانسية بتجي من اثنين سوا. نعم. الحب بيجي من اثنين سوا، اثنين بيكملوا بعض بهيدا الشيء، مش بالضرورة يقع على عاتق شخص ويجب أن يغذيه أبدا. يمكن هيدي صورة نمطية أيضا للرجولة، بأن الرجل لا يفترض أن يشعر ويبدي أو يظهر عواطف. سؤالنا الأخير، حل سريع من قبلك رانيا، شو بنعمل؟ منخفف من مشاهدة الأعمال الدرامية، وكيف نكون انتقائيين بما علينا التأثر به أو عدم التأثر به؟ شوف، أول نقطة بدي أقولها أنه الزواج ليس أسطورة، مث يعني أسطورة، أوكي؟ نحن منشوفها مثل العلبة المليئة، هي نحن بس نرتبط بده الشخص يعطينا أو العلبة تعطينا الزواج الحميمية والخصوصية والرومانسية والتعلق بالآخر والسعادة المفرطة. الزواج والارتباط هني مثل علبة فارغة، نحن الاثنان نضع فيهما الكثير من المشاعر الإيجابية، وهناك مشاكل يجب أن نخرج من هذه العلبة الطاقة اللي بتساعدنا لنحل هذه المشاكل. فهون يجب أن يكون في توازن بين ما نأخذ من هذه العلبة، من وضعية الزواج اللي بقصد فيها، وما نضع في هذه العلبة. عشان هيك بدنا نكون واقعيين وننتقي القصص الواقعية التي تحاكي وجداننا، ولكن ليس بالضرورة أنه نبعد عن الخيال، لأنه الخيال يغذي فينا الإبداع ويغذي فينا الطاقات. كتير مهم الخيال، نحن نربط الخيال كمان بالقصص الخيالية اللي كنا نحن وأطفال نسمع فيها وبعدنا منقولها لأولادنا ولأحفادنا، قصة سندريلا، قصة الأميرة النائمة، قصة الشاطر حسن. هيدولي بدنا نكون منتبهين بأنه منوظفهم بوضعيات جميلة، ولكن ليس بالضرورة أن نقوم بحفر وقعنا حفر وإيلام نفسنا وإيلام الآخر لنكون عم نقول القصص الخيالية هي يلي بتغذي مشاعرنا. نعم. وبتعطينا الحب والرومانسية. أبدا مش الزواج اللي بيعطي الحب والرومانسية ولا العلاقة مع الآخر، الناس هني يلي بياخدوا من ذاتهم حب ليحطوا بالعلاقة مع الآخر حب، واثنيناتهم بدهم يكونوا بوضعية تساوي لحتى هالعلاقة التبادلية تكون بأرقى مستوى بالارتباط. وليش ما منكون نحن المخرجين وكاتبي السيناريوهات بحياتنا الواقعية، فينا نكون خلاقين ونخرج أفلام واقعية كلها رومانسية. طبعاً. نعم. طبعاً. في شغلة كتير نهائية، في شغلة سريعة نهائية. كل شخص عنده السكريبت الخاص فيه. حلو. بس نضيفه على سكريبت الآخر نخرج سكريبت مختلف تماماً، أنا وهو نصبح نحن. رانيا سكريبت قدامي عم بيقول لي انه لازم انهي المقابله معك، مع انه حلو كثير. الاختصاصيه في العلاج النفسي رانيا سليمان، شكرا لك، نورتينا. تسلم. شكرا. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام حلقة صباح النور لليوم، نشكركم على حسن المتابعة، شكرا للشيف راسم وطبقه الشهي، وشكرا لأمين لمشاركته تقديم هذه الحلقة. إليك أمين. شكرا لك توني، وهذا سكريبت حلقتنا نحن اليوم ينتهي بالمطبخ بإبداعاتك شيف راسم. أهلا وسهلا فيك وصباح التباعد الاجتماعي. اليوم عملنا البافالوفا اللي هي ميرنج مطبوخ مع كريمة مع فواكه، زينتها آخر شيء بالفواكه الطيبة الفريش، وحطيت لها هذا اللميع، هو عبارة عن قطر سميك بنسميه نحن الميروار، بنجيبه جاهز بس، ولكن فينا نعمله نحن بالبيت. بعد ما بيبرد بنحط لها لمعة صغيرة على الوجه لحتى يعطينا هذا اللون وهالشكل الحلو، والطاية أكيد رهيبة. شكرا شيف، توحشنا أطباقك وإبداعاتك. شكرا لك على أطباق اليوم، وشكرا مشاهدين على متابعتنا. غدا نلتقي كالعادة في نفس التوقيت، وابقوا بأمان وبقية نهار ممتع مع برامج التلفزيون العربي. إلى اللقاء.